أطلب منكم وقف ساقكم إجلال واحترام للنشيد الوطني. شو تي في ودائما السلسلة المباشرة التي نقوم بها نقرر المتابعين لنا عبر أرواح المملكة. ونحن الآن داخل المجلس الجماعي لمدينة أبي جعد، تنظيم جمعية رواد أبي جعد للتنمية بتعاون مع المجلس الجماعي لأبي جعد وتخريدا لذكرى 23 لعيد العرش المجيد. الملتقى الأول اليوم الوطني للمهاجر تحت شعار جمعية رواد أبي جعد للتنمية ترحب بروادها مقيمين بالخارج. بوكر عطينا واحد دقيقه بالنسبه ديال الحضور ديالكم. شكرا مالي عطينا واحد دقيقه بالنسبه ديال الحضور ديالك هذا. مرحبا. كما تلاحظون متتبعين مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في ودائما سلسله مباشره التي نقوم بها الا نقرر متتبعين لنا عبر ربع المملكه. الى هنا غادي نهيو المباشر لان متتبعين مشاهدينا الكرام الى اللقاء الى مباشر لاحق.